ضيفنا هو مختار التليلي. الفقرة ذي شخصية سي مختار في الكواليس، قلت لي نحب اللون هذا. ايه فوشيا بنين ياسر، عندي كافات حلوة ياسر. فوشيا؟ ايه فوشيا. لونك المفضل؟ لوني من اللون المفضل، انا البنفسجي، انا لوني المفضل. اه فسرها كما تحب وفسروها كما تحب. علاقتك بالتجمع؟ مش تجمع، بن علي علاقتي. بن علي؟ ايه. تحب بن علي؟ نحبه. تفقده اليوم ساعات؟ لا يعني تذكر، تقرا لي فاتحه ساعه كنت تعدى على القنطره نتاع غادس نتفكر بن علي. كنت ندخل المدن نتاعنا، ما داخل المدن كيفاش كانوا، نتفكر بن علي. اكزامبل هذا حاجات تفكرك بيه. اي بزاف. مازالت التصويره في بيتك في الدار موجوده؟ التصويره موجوده مع الشهيد، مع السيد باجي الله يرحمه باجي قايد السبسي، مع الزعيم بونقيبه. ناحيه تصويره رجل غنوشي قالوا لي ناحيتها. ناحيتها ناحيتها وابو مازن نتاع فلسطين وصدام حسين وقيس سعيد. وقيس سعيد ما فيش كلام اللي عمله قيس سعيد. معناها سبحان 25 الله قديش تبدل تصور في بيتك؟ لا نزيد تصور، ما نبدلش. زيد نزيد تصور، ما نخدمش الفيستا ومانيش مع الوقف. ومانيش مع الوقف. لا يتقال عليك مختار تليلي. هم يقولوا اللي يحبوا. لا يقولوا قلب فيستا مع الوقف. انا على شكون نقلب؟ انا نخدم مع سليم شيبوب نقول خايب، نخدم مع وديع جاي نقول خايب. قبل ما تخدم معاه تكون ضده وتقول فيه الكلام الكل. نقول كي تولي معاه سبحان الله ما نخدمش معاه. اي تولي حمل وديع. اللي ما نخدمش معاه ويغلط ونقول له اغلط. هذه مسؤوليه. اما كي نخدم معاه ولا داخل في المنظومه نتاعو ما نقولش يعني كوزين انترن. كوزين انترن هذه واجب التحفظ لازم منه، فيش كلام. دونك انا ما نخدمش الفيستا ومانيش مع الواقف. لاني قلب فيستا ولاني مع الواقف؟ واللي يقولوا عليك قلب فيستا ومع الواقف شو تجاوبها؟ تعرف حتى في حتى مدربين اصحابك مدربين حتى مسؤولين مدربين انا بصح واقف ما نقول حتى شيء. علاش؟ خاطر ما يستحقوش باش يجاوبهم اللي يقولوا هكا. ما يستحقوش باش يجاوبهم. ما يستحقوش باش يجاوبهم. تصويره رجل الغنوشي وين حطيتها؟ نحيت حتى في الدرج. في الدرج؟ في الدرج. تعرفش تعاود شي الدور؟ لا ما عادش الدور، حتى كان الدور الحكايه. خاطر انا مشيت بنيه، مشيت بنيه انا كي مشيت معاه، مشيت مع المجموعه اللي مشات للنهضه. طبعا نقول لك علاش مشينا للنهضه. علاش مشيت؟ حمدي المد نتاع بريزيدون نتاع سي اس اس، بريزيدون نتاع المغرب، بريزيدون نتاع باشا مشينا. علاش؟ خاطر وقتها باش يحطوا سليمان الرياحي، باش يحطوا شو اسمه الوزير اللي تابع سليمان الرياحي. ماهر بن ضياء؟ ماهر بن ضياء. قالوا ماهر بن ضياء تابع للكلوب وتابع باش يعمل التفكير التونسي. ايوه مقعمز. اي بصفته شكون وقت رجل غنوشي؟ حزب مشيت له على الوزير باش نطلبوا منه باش يتداخل لرئيس الجمهوريه ويتداخل شنو رئيس الحكومه باش ما يحطش هذاك وزير. هذيك المشيه المعلنه ولل... والمرات اللي مشيت له بعدهم سي مختار تليلي. مشيت معها واحده بعدهم زياره ود. زياره ود طبعا فيش كلام. وانا كرجل اش بيه؟ تكون صريح معايا؟ لا والله نكون صريح معايا. شنو الهديه اللي هزيتها له معاك؟ والله شو نقول لك، هو ما يستحقوش الناس هذوما هدايا. اما هزيت له الهدايا كي نخرج. لا ما خديتش هدايا وانت خارج. بار كونتر كان عندك وعد بحاجه وما صارش الوعد هذاك. اما شنو هو الهديه اللي هزيتها معك؟ كون صريح معايا مختار تليلي، سي حاجه في التاريخ. هزيت له مصحف من مكه. وقلت له هذا يهداه لي. اي فلان. فلان. اي. عادي. شنو هو وعدك؟ شنو هو؟ هو. لا والله موعدني قال لي اخدم ربي عينك وانا معاك. وانا معاك. هذاك هو. خدمت وربي عينك. خدمني وهو مش معايا. فما تصوير